اليوم ان شاء الله هذا الصباح دحين رحلة استكشافية الى وادي كبكب في مكة المكرمة. ما شاء الله معنا مجموعة حلوة من الشباب من مناطق متنوعة. ما شاء الله رح نستكشف هذا وادي كبكب. وادي كبكب في جبل كبكب. وادي كبكب الحين وادي كبكب ان شاء الله. ما شاء الله الموية. ما شاء الله ما سيرنا في ذا المسار. شوفوا ما شاء الله خير الماء كيف جميل. والله مسار جميل هذا الجبل ما شاء الله. في شلال خفيف كده هناك منطقة أرض أدرة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الطبيعة البكر ما شاء الله. شوف هذه في مكة المكرمة. سبحان الله مكة المكرمة بعد الأمطار ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جميلة تصير جدا في موسم الشتاء والأمطار. ما شاء الله لا قوة إلا بالله حقيقة المسار رائع. شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله صوت الماء مع الرفقة الحلوة مع الطبيعة الناس اللي عاشوا الطبيعة. وزينا في هذا المسار وكل ما هو صعب تجي مرحلة مرة صعبة. شوفوا هذه مرحلة. شوف كيف الجبال. أنا الحين في قمة الجبل تحت هناك في وادي موية. شوفوا ما شاء الله هذا الوادي الجبال كلها خضراء بس منطقة يعني بصراحة. شوف الشباب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف كيف هناك المويات ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا أنا الحين في قمة الجبل. شوفوا ما شاء الله الوادي كل ما له ضيق ويصعب جدا جدا. شوفوا احنا الحين ترى طالعين في قمة في القمة احنا الحين وتحت هناك في وادي سحيق. هذول الشباب ما شاء الله معانا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله هذول الشباب باقي ما شاء الله. ما زلنا في هذا المسار. طبعا كل ما نطلع فوق كل ما يصعب المسار وكل ما يجمل المسار. طبعا كل ما تكون المنطقة يعني ما هي مدعوسة ب أو ما هي أو ما يجوها ناس كثير تلاقيها أجمل وأروق وأنظف وأحسن. لأن الإنسان أنا دائما بقول عدو البيئة. فالأرض لما تكون كذا عذرة أرض نظيفة سبحان الله. شوفوا كيف المنظر الجميل بصراحة. هنا في شلال موية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوفوا كيف وادي سحيق. استغرقنا لغاية ما وصلنا هنا في حدود تقريبا الساعتين ولسه كمان في قدام. فمسار طويل بصراحة وجميل يحتاج لياقة بدنية عالية جدا. ما شاء الله على الموية. الله صوت خيدر الماء. أسئلنا هنا كمان هذا الشلال
طبعا باين انه المويه كان مستواها منسوبها اعلى من كذا، الارضيه مبلوله. ايوه نحن ما عندنا صعب، ما يصعب علينا نحن، ما في ولا جبل قال انا صعب.